لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض كورس الأوراكل إيديف. احنا ان شاء الله بقينا اربع او خمس حاجات اساسية في الكورس بتاعنا، زي مثلا الاديف تمبريت والانترناشناليزيشن، وعندنا الاديف سيكوريتي والديبلويمنت والريوزابيليتي. الاديف تمبريت طبعا هنتعرف زي ان شاء الله نتكريت تمبريت ونبلاي التمبريت دي على الصفحات كلها بتاعت الابليكيشن او بعض الصفحات يعني. الانترناشناليزيشن ازاي نعرف نعمل ابلكيشن شغال باكتر من لانجوج، شغال باكتر من لغه، زي مثلا عربي وانجليزي وصيني مثلا او اي لغه انت عايز تستخدمها. ازاي نابلاي الاديف سكيورتي على الابلكيشن برضو، وازاي نعمل ديبلويمنت للابلكيشن ونبلش الابلكيشن على السيرفر. الريوزابيلتي طبعا هنتكلم ازاي نستخدم، يعني نعمل ديكريتيف كومبوننت، وازاي نستخدم مثلا نريوز حاجه مثلا زي التاسك فلو او نريوز الموديول اللي عندنا ونستخدمه في ابلكيشن تاني. الحاجات دي كلها طبعا مهمه واساسيه، بس انا شفت ان احنا نبدا ان شاء الله في بروجكت ونشرح الحاجات دي معانا واحنا شغالين في البروجكت، افضل من ان احنا نشرح كل حاجه لوحدها. فاحنا ان شاء الله بدايه من المحاضره النهارده هنبدأ في البروجكت من الاول خالص، طبعا نعرف ازاي نكريت الداتابيز وازاي نكريت التيبلز عندنا ونعمل بزنس كومبوننت، ونراجع طبعا على الحاجات كلها اللي احنا خدناها ونكمل بعض الحاجات اللي احنا والحاجات اللي احنا لسه ما خدناهاش دي كلها. هنروح كده مع بعض على السيكوال ديفلوبر، هنفتح طبعا السيكوال ديفلوبر. هعمل طبعا الناس كلها المفروض تكون مسطبه الداتابيز عندها، واتكلمنا في اول محاضره خالص في الكورس ان احنا المفروض الناس اللي هتشتغل اي دي اف لازم تكون عارفه سيكوال كويس وعارفه وتعرف تتعامل مع الداتابيز. احنا هندخل باليوزر بتاع سيس، تمام؟ هو اليوزر بتاع سيس بيكون طبعا سيس على سيس زي ما الناس كلها عارفه، سيس على سيس، واليوزر نيم سيس، والباسورد سيس عشان نكريت سكيما تاني، تمام. فهندخل مع بعض نفتح الكونكشن، هقول له سيس على سيس، تمام. دلوقتي انا عايز اكريت يوزر جديد او عايز اكريت سكيما تانية، فباجي على اظهر يوزرز. هنا اليوزرز اللي موجوده عندي على الداتابيز. طبعا احنا كنا معظم شغلنا على الاتش ار في الكورس بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنكريت سكيما جديده، هنشتغل على حاجة اسمها الانفنتوري او ادارة المخازن. يعني احنا الابليكيشن بتاعنا، هنديكم بس نبذة كده عن الابليكيشن. احنا هنعمل مع بعض ابليكيشن عبارة عن ادارة المخازن، هنكريت مع بعض الداتابيز ونشتغل برضو مع بعض، نعمل البيزنس كومبوننت ونعمل الصفحات بتاعتنا ان شاء الله. فاحنا هنبدأ مع بعض ان شاء الله نعمل بروجكت مصغر كده لادارة المخازن. طبعا في البداية المفروض قبل ما نبدأ نشتغل في البروجكت المفروض بيكون في حاجة اسمها analysis طبعا، ومتطلبات العميل والحاجات دي كلها. احنا هنعتبر يعني مع بعض ان احنا طبعا الديفلوبر دي مش مسئولة الديفلوبر ان هو او الADF developer مش مسئولة ان هو يعمل analysis، ومش مسئولة ان هو يكريت الداتابيز والحاجات دي كلها. الانالسيز طبعا في ناس سيستم اناليسيز بتعمل الاناليسيز بتاع الابلكيشن، وفي ناس داتابيز ادمنستريشن هي اللي بتكريت الداتابيز وتظبط الديزاين بتاع الداتابيز. بس احنا هناخد بس الموضوع من البدايه بحيث ان احنا يكون كل واحد عنده فكره عن اللي بيحصل في الموضوع. فاحنا ان شاء الله هنعتبر ان احنا عملنا اناليسيز. احنا الابلكيشن بتاعنا هيكون لإدارة يعني بروجكت مصغر كده لإدارة المخازن. إدارة المخازن احنا هيكون عندنا مخازن وعندنا ايتمز او عناصر معينة في المخازن، تمام. طبعا في المخازن بيحصل حاجة عمليات اضافة، مثلا اضافة للمخزن او
إضافة بضاعة أو كده، وبيحصل في حاجة تانية اسمها صرف. ممكن طبعا يصرف جملة أو يصرف قطاعي أو كده على حسب عمليات الصرف اللي عنده، وممكن يحصل تحويل من مخزن لمخزن تاني. احنا طبعا هنكريت التيبلز عندنا، هيبقى التيبلز الأساسية زي الستورز وزي الايتمز وزي الستور اوردر، اوامر الصرف وكده. واوامر الصرف طبعا امر الصرف بيكون تحته مجموعة عناصر، فهيعمل امر صرف معين وهيضيف العناصر في امر الصرف ده. هنبدأ بس الاول كده نكريت السكيما. هاجي على other users هنا في على اساس وهقول له create user. هيقول لي اسم اليوزر ايه، او اليوزر نيم والباسورد بتاع اليوزر الايه اللي انت هتكريته. هقول له اليوزر نيم اسمه inventory، والباسورد مثلا اعمله باسورد سهل، ممكن اخليه مثلا 123، او ممكن اخليه ام، او على حسب يعني. ممكن اخليه 123 تمام عشان ما ننساهوش. وهقول له التيبل سبيس بتاعه يوزر و تم تمام، وهديله. ممكن طبعا في ناس هيقولك انا هعمل الحاجات دي بالكوماند وكده، مفيش مشكلة يعني ان انت تكريت اليوزر بالكوماند او تكتب جملة سيكول يعني. وهقول له هقول له جرانت ديفولت ايه، وهقول له ابلاي، هيقول لي ايه سكسسفولي. هو كده كريت الايه اليوزر او السكيما بتاعي. لو جيت ابص على السكيما كده هلاقيه فعلا هنا كريت لي سكيما بس التيبلز فاضية خالص تمام. طيب هروح بس اعمل كونكشن كده على السكيما اللي انا كريتها، هسميها مثلا inventory اليوزر نيم 123 زي ما احنا عاملينه، والباسورد 123، الهوست نيم طبعا اللوكال هوست عشان عندي على الجهاز، والبورت 1521، والاس اي دي او اسم داتابيز اكس اي تمام. اقول له تيست، قال لي في غلط في اليوزر نيم او الباسورد، انفاليد يوزر نيم او باسورد. طيب 1 2 3 وده 1 2 3 تيست، قال لي انفاليد. طيب تعالى بس نأديت الايه، نشوف احنا حاطين له ايه، وهقول له edit طيب هقول له اليوزر نيم 123 والباسورد 123، واقول له apply اللي successful اوكي. طيب هاجي تاني اعمل connection، هقول له سميه inventory، اليوزر نيم 123 والباسورد 123 زي ما كنا عاملينه، اقول له تيست، قال لي في مشكلة في اليوزر نيم والباسورد. طب ثواني اشوف المشكلة دي. معلش اسف، هو المفروض اليوزر نيم انفنتوري مش 123، ان فين والباسورد 123، احنا كنا بنعمل يوزر نيم والباسورد 123. طيب في مشكلة برضو، طيب تعال نشوف بس احنا عاملينها هنا ايه. inventory. طيب create connection تاني، and inventory اللي سكسسفول. طيب تمام. طبعا احنا كنا مكريتين اليوزر نيم انفنتوري والباسورد 123، ما كانش اليوزر نيم والباسورد 123 تمام. وهسمي الكونكشن انفنتوري، اقول له تيست، قال لي سكسسفول، هقول له كونكت تمام. خلاص هقفل السيس كده، خلاص ما عدتش عايزه في حاجه، اقول له ديسكونكت. بقى عندي كونكشن تاني اسمه ايه انفنتوري، بس الكونكشن ده لسه فاضي خالص، او اليوزر ده لسه فاضي ما فيهوش اي تيبلز ولا في اي فيو ولا في اي حاجه تمام.
انا محضر معايا التيبلز اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا انا يعني هرفع الفايل ده مع الفيديو ان شاء الله، بحيث ان احنا كل الناس تكريت الايه السكيم. هاخده كوبي كده وادخل على الكونكشن بتاع الانفنتوري وبيست، واقول له ايه ارن سيلكت اول كده، ورن السكريبت ده بحيث ان هو كريت لي كل الايه كل التيبلز تمام بالشكل ده كده. طيب لو عملت ريفرش كده في الكونكشن هلاقي ان هو جاب لي ايه كريت لكل التيبلز اللي موجود. في تيبل اسمه كاتيجوري، وتيبل تاني اسمه كرانسي، وفي تيبل اسمه ايتمز، وفي الايتم برايس، وفي الاورجنايزيشن، وفي الستيتس، وفي تيبل اسمه ستور، وتيبل اسمه ستور ايتمز، والحاجات دي كلها. طيب احنا عندنا كذا حاجه كده لوك ابز، زي لوك ابز يعني حاجات داتا هندخلها كده هنحتاجها بس في الايه كداتا لوك اب يعني. عندنا مثلا زي الكاتيجوري والكرانسي والايتمز والحاجات دي كلها. اهم حاجه عندنا حاجه اسمها ستور اوردر. ستور اوردر ده اللي هو امر مخزن يعني. امر المخزن ده ممكن يختلف، ممكن يكون مثلا امر اضافه تمام، اضافه للمخزن، وممكن يكون امر صرف، وممكن يكون امر ايه تحويل، على حسب الاوردر تايب اي دي تمام. احنا بس بنوضح الايه البيزنس او بنوضح الداتابيس. طبعا انت كديفلوبر المفروض تكون فاهم البيزنس بتاع البروجكت اللي انت هتشتغل عليه، او فاهم الديزاين بتاع الداتابيس بحيث تقدر تشتغل صح تمام. فالترانزاكشن عندنا او التيبل ترانزاكشن عندنا اللي هو ستور اوردر. الستور اوردر ده زي ما احنا قلنا ده زي امر مخزني يعني. امر مخزني طبعا بتدخل فيه بعض الايه الحاجات زي الاوردر تايب اي دي، نوع الامر اذا كان مثلا اضافه او صرف او تحويل، وفي تاني الاوردر ديت، وفي فروم ستور وتو ستور. لو انا مثلا هعمل امر تحويل فهقول له هتحول من اني مخزن لاني مخزن يعني فروم تمام وتو. الستيتس طبعا بتاع الامر، وكرييتد باي واديت باي والحاجات دي كلها تمام. طيب انا كده عملت امر ايه هنقول مثلا امر اضافه او تحويل او اي امر مفيش مشكله. و طيب فين الايتمز بقى اللي هضيفها على الامر ده؟ فعندي تيبل تاني اسمه الستور اوردر ايتمز تمام. الستور اوردر ايتمز ده بقول بقى بديله الاوردر اي دي تمام، وبقول له الايتمز اللي انا هضيفها تمام في الستور اوردر ايتمز دي، الايتمز اللي موجوده على الاوردر او على الامر الاضافه اللي انا هضيفه، فيه الايتم اي دي واليونت اي دي والكوانتيتي تمام، والاوردر اي دي طبعا ده اللي مربوط بالتيبل الثاني اللي هو الستور اوردر ده، ونوتس كده والاكسباير ديت والبرايس والحاجات دي كلها. طيب التيبل ده المفروض ايه اللي يحصل لو انا مثلا عملت امر اضافه؟ التيبل ده المفروض بيرمي في تيبل تاني اسمه الستور ايتمز. طيب الستور ايتمز ده لو دخلنا كده على الموديل، الستور ايتمز ده ده اللي هو يعني زي ما نقول كده الموجودات اللي في المخازن. فبقول له عملت امر اضافه للمخزن كذا تمام، فيه الايتم اي دي والستور اي دي والكوانتيتي واليونت اي دي والماكسيمم والمينيمم للكوانتيتي تمام. طيب احنا كده بالشكل ده كريتنا الداتابيز، بس ما عملناش اي ريليشن لسه ولا اي كونسترين على الداتابيز. هنقفل بس الحاجات دي كده ونيجي مثلا على التيبل بتاع الايتمز وهقول له اديت، هعمل بقى الكونسترينز اللي على الداتابيز. هاجي على التيبل بتاع الايتمز كده وهقول له الايتم اي دي ده برايمري كي، وعندنا حاجه اسمها الايتم نيم ده هقول له نوت نل، ما ينفعش يسيبه فاضي. طيب عندنا حاجه تانية اسمها كاتيجوري اي دي،
الكاتيجوري اي دي ده طبعا فورين كي من التي اللي اسمه كاتيجوري، تمام. وعندنا البيرنت اي دي، طبعا الايتمز ده هيكون ريكيرسيف على نفسه، ممكن اقول مثلا الايتم ده تحته مجموعه من الايتمز التانيه، فممكن اعمله ريكيرسيف يعني. وفي حاجه تانيه اسمها الديفولت يونت اي دي، وفي حاجه اسمها ريسيف نمبر يعني، او الرقم الريسيف اللي هنشتغل بيه. طيب هنيجي على الكونسترينز واقول له اعمل لي فورين كي او كونسترين فورين كي مع التيبل اللي اسمه كاتيجوري، التيبل اسمه كاتيجوري. الكونسترين بتاعه طبعا احنا لسه ما كريتناش هناك، اللي هنقفل بس كده ونيجي على الكاتيجوري الاول نظبطه، اقول له ايديت واقول له ده برايمري كي بتاعي، والكاتيجوري نيم ده تمام هيكون ريكوايرد، واقول له اوكي. طيب هرجع تاني على الايتمز واقول له ده برايمري كي وده نوت نال، وهاجي على الكونسترينز وهقول له كريت لفورين كي مع الكاتيجوري كونسترين، تمام. فهقول له الكاتيجوري اي دي مع الكاتيجوري اي دي، واقول له اوكي. هاجي مثلا على الكرانسي واقول له ايديت برضو نفس النظام، هقول له ده برايمري كي وده نوت نال النيم، والكونتري اي دي طبعا احنا ما عندناش بس التيبل بتاع الكونتري فمش مشكله يعني، وهقول له اوكي. طيب الايتم برايس دي طبعا بتختلف من بيزنس لبيزنس، ممكن في بيزنس مثلا يقول لك انا عندي الايتمز او البرايس بيختلف كل فتره معينه، يعني مثلا كل ايتم مثلا لو قلنا ايتم معين زي اي حاجه، مثلا واحد قال لك انا بخزن اللحمه مثلا، فعندي سعر اللحمه بيختلف من وقت لوقت، فبكتب ايه الاسعار بتاعت الايتم ده، او زي تيبل هيستوري يعني، الستارت ديت بتاعت السعر والاند ديت والحاجات دي كلها. هقول له ده ريكوايرد، وفي البرشيز برايس والسيل برايس ده تبقى required. طيب احنا هنا في التيبل ده مش هينفع نعمل الايتم اي دي ده، لان ده فورين كي، الايتم اي دي ده فورين كي من الايه من الايتمز، فهنعمل الايتم اي دي مع الستارت ديت، الاثنين دول مع بعض ايه كومبوزيت كي، او الاثنين مع بعض ما تكرروش، واعمل كونسترين مع فورين كي مع الايتمز بحيث ان الايتم اي دي ايكوال الايتم اي دي. سيبنا دلوقتي من الاورجنايزيشن، هنخش بس على الستيتس. الستيتس اي دي ده طبعا عشان بس ممكن استخدم الستيتس ده كلقب يعني، تمام. مثلا اقول له مثلا حاله الامر انتهت او لسه في البيندنج او كده، فاقول له الستاتس اي دي والستاتس، ممكن اعملها ايه ستاتيك ليست بس ايه يعني مش مشكله. طيب الستور هقول له ايديت، الستور اي دي ده طبعا برايمري كي، والستور نيم هقول له ده نوت نال، وعندنا الادرس والستاتس والسايز، واقول له اوكي. طيب عندنا حاجه اسمها الستور ايتم، هقول له ايديت. طيب الستور ايتم ده التيبل اللي هو بتاع موجودات المخازن، يعني كل مخزن ايه اللي موجود فيه، او ايه الايتم او كميات الايتمز اللي موجوده فيه. وفي حاجه تانية اسمها المينيمم كوانتيتي، يعني اقل كميه المفروض تكون موجوده في المخزن ده، يعني مثلا لو انا قلت دلوقتي مخزن اللي موجود مثلا في مدينه نصر موجود فيه 15 كيلو لحمه او 2 طن لحمه مثلا، تمام. طيب المينيمم للكمية اللي موجودة، بحيث لو المينيمم مثلا 5 كيلو،
تمام، بحيث لو اقل من كده هيطلع لي مثلا اليرت معين كده يقول لي والله ده ايه موجود اقل من الكميه اللي موجوده، او من الكميه او من المينيمم كوانتيتي يعني. فهنا عندي ده الايتم اي دي، ده فورين كي من الايتمز، وعندنا الستور اي دي، دول مع بعض المفروض الاثنين دول مع بعض ما يتكرروش، كومبوزيت كي. وعندي الكوانتيتي واليونت اي دي، ده طبعا فورين كي برضو، ممكن يبقوا التلاتة برضو مع بعض بحيث ان التلاتة ما يتكرروش، بحيث ممكن الاثنين يتكرروا باختلاف اليونت يعني. طيب، وده زي ما قلنا كومبوزيت كي. هاجي هنا واقول له فورين كي مع الايتمز، الايتم اي دي بيساوي الايتم اي دي، واقول له فورين كي برضو مع الستورز او الستور، هيجيب الستور اي دي بتاعهم هناك واليونت. بس احنا اليونت لسه ما كريتناش، ما ظبطناش التيبل بتاع اليونت، ما عملناش البرايمري كي بتاعه، فمش هيجيبه هنا الكونسترين. طيب هنشيل بس الكونسترين الاخير ده واقول له اوكي. هاجي بقى على اليونت وهاجي اقول له اليونت اي دي ده برايمري كي واليونت نيم، اقول له اوكي. هاجي تاني، هرجع تاني على التيبل بتاع الستور ايتم واعمل له الكونسترين بتاع اليونت. اقول له اوكي. طيب عندنا الاوردر، طيب احنا زي ما قلنا عندنا اكتر نوع من او حوالي ثلاث انواع من الاوردر، من الاوردرز اللي موجوده، ممكن نقوله مثلا امر تحويل او اضافه او تحويل او كده. فهاجي على الاوردر كده واقول له ده الاوردر تايب اي دي ده برايمري كي، والاوردر تايب نيم ده نوت نال، واقول له اوكي. ممكن دول بس عشان ثابتين فممكن نكريت لهم الحاجات بتاعتهم على طول يعني. احنا زي ما قلنا عندنا ثلاث اوامر ثابتين، ممكن اقول له مثلا هنا، مش مثلا، هو اوامر ثابتة يعني، اضافة او تحويل او صرف يعني. اضافة وده صرف وده تحويل. الستور ايتم، الستور اوردر، هنقول له edit. عندنا الاوردر اي دي ده برايمري كي، وعندنا الاوردر تايب والاوردر ديت والفروم ستور تو ستور. طيب هنكريت الكونسترينز بتاعته، هيبقى هنربطه بالاوردر تايب، الاوردر تايب بالشكل ده. طيب وهنربطه تاني بالستور. طيب هنقول له فروم ستور، فروم ستور تو ستور، فروم ستور ده هيجيب برضو من الستور. وعندنا كونسترين تاني بتاع تو ستور، ده هيجيب برضو من الستورز. تو ستور اي دي. طيب في حاجة تانية هنا، الاوردر طيب وفروم ستور وتو ستور والستيتس. طيب الستيتس برضو هيجيبها من التيبل بتاع الستيتس، فهنكريت كونسترين مع الستيتس، الستيتس
كله اوكي. طيب الستور اوردر ايتمز دي قلنا ان هو بتاع الايتمز اللي موجوده على الاوردر اللي انا كريت. فعندنا الايتم اي دي والاوردر اي دي واليونت اي دي، دول كلهم في فورين كي، فدول هخليهم كومبوزيت كي مع بعض كده او كومبوزيت برايمري كي. تمام، وهاجي على الكونسترين. طبعا الايتم اي دي هيجيب من الايتمز، هربطه بالايتمز الريليشن بتاعته، والستور عندنا الاوردر اي دي طبعا هيجيب برضو من الستور اوردر، الستور اوردرز ده الاوردر اي دي مع الاوردر اي دي. وعندنا تقريبا الستور اي دي، لا مفيش ستور اي دي، اليونت اي دي. اليونت اي دي هيجيب من التيبل بتاع اليونت، اليونت اي دي بيساوي اليونت اي دي. تمام كده. طيب تمام، طيب احنا بص ممكن بس نعدل حاجة كده، الكوانتيتي اقول له الديفولت بتاعت الكوانتيتي زيرو. تمام، بحيث ان هو لو ناس يدخلها او كده كريت ريكورد وناس يدخلها دخل ناس يدخل الكوانتيتي فهقول له بزيرو، والبرايس هقول له ده بزيرو برضو الديفولت فاليو، بحيث لو هو ما دخلش فاليو هيحط زيرو. اقول له اوكي. فاضل عندنا السبلايرز، التبل بتاع السبلاير ممكن نستخدمه ممكن ايه ما نحتاجوش، بس يعني خلينا ايه نظبطه يعني او نظبط الريليشن بتاعته. طيب احنا عندنا السبلايرز او الموردين، كل سبلاير بيورد مجموعة من الايتمز. تمام، فبنقول الايتم ده او الايتمز دي على حسب كل ايه سبلاير. عندي السبلاير اي دي ده برايمري كي، والسبلاير نيم ده نوتنال، وفي شوية بيانات بقى ايه عن السبلايرز، الايميل ووسائل الاتصال والحاجات. طيب السبلايرز، السبلاير ايتمز في الايتم اي دي كل ايتم والايه والسبلاير اللي بيورده. هتقول لي طب ليه يعني احنا ليه عملنا فصلناهم في تيبل لوحده؟ لان كل ايتم ممكن يورده مجموعه من السبلايرز، والسبلاير ممكن يورد مجموعه من الايتمز، فالريليشن هنا ميني تو ميني، فكسرنا الريليشن في تيبل تاني اسمه ستور ايتم او سبلاير ايتمز. الايتم اي دي مع السبلاير اي دي دول كومبوزيت كي مع بعض، والايتم اي دي هيجيب من الايتمز، نعمل له الكونسترين بتاعه، هيجيب من الايتمز، والسبلاير اي دي هيجيب من السبلايرز. تمام، طيب كده تمام. طيب كده احنا بالشكل ده يعني كريتنا السكيما بتاعت الداتابيس. تمام، من خلال سيس ادمن، وكريتنا التيبلز اللي موجوده عندنا، وعملنا الريليشن بين التيبلز. لو جينا بس نبص كده على الستور اوردر ودخلنا على الموديل، تمام، جينا بس نجيب كل التيبلز الريليشن كده، الايتمز طيب هنطلعها بس كده في دايجرام.
طيب ما علينا. احنا زي ما قلنا الايتمز مربوطة بالكاتيجوريز ومربوطة بالسبلاير ايتم او التيبل الاساسي اللي احنا هنبقى شغالين عليه الايتمز طبعا، اللي هي العناصر اللي موجودة يا اما موجودة في الستور او الستور اوردر. بيكون في مجموعة من الايتمز، والايتم طبعا لها يونت تمام ولها كاتيجوري، وبيجيبها سبلايرز او مجموعة من السبلايرز، ولها مجموعة او لها برايس معين او لها هيستوري من البرايس، وموجودة في ستور معين. حاولت اظبط لكم بس السكيما شوية بالشكل ده تمام، او الديجرام عندنا بالشكل ده. طبعا احنا عندنا مجموعة من التيبلز اللوك ابس زي الستور والايتمز والسبلاير واليونت والستيتس والحاجات دي كلها، والستور اوردر تايب اللي هو ده. طيب عندنا تيبلز تانية ترانزاكشن زي الستور اوردر. احنا قلنا طبعا عندنا هيبقى عندنا اوامر مخزنية زي امر اضافة او امر صرف او توريد او تحويل. كل امر طبعا من الاوامر دي بيكون مع عنده او تحته مجموعه من الايتمز اللي احنا بنضيفها في مخزن معين. فلو قلت له مثلا امر اضافه، فبقول له تاريخ الامر، وبقول له نوع الامر او الستور تايب والديت والحاجات دي كلها، وبقول له وبختار تو ستور تمام، بقول له انت هتضيف لاني مخزن تمام. طيب بعد ما عملت امر الاضافه وحملت مثلا الستيتس بتاعته بيندنج، بيروح يضيف الايتمز اللي على الامر الاضافه ده تمام. طيب بعد ما اضاف الامر على هنا، المفروض هيبقى عندنا بعد كده تريجر، يعني هياخد كل الايتمز دي هيروح يضيفها في المخزن تمام. بس بعد كده نبقى ايه نعمل مع بعض التريجر يعني بالشكل ده طبعا، يعني حاجة مبسطة كده بحيث ان احنا ايه نتدرب عليها طبعا. طبعا انت كبروجرامر يعني او كديفلوبر، انت بس بيكون كل اللي بيهمك ان انت تكون فاهم الداتابيز، تفهم الديزاين بتاع الداتابيز. انما طبعا اللي بيكري الداتابيز هو الداتابيز ادمنستريشن او الداتابيز ادمنستريتور. طبعا اللي بيعمل الاناليسز قبل كده هو السيستم اناليسز تمام. ان شاء الله في المحاضرة الجاية ان شاء الله نبدأ بقى نكريت البيزنس كومبوننت، ونظبط الجزء بتاع الموديل بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.